عمر العبد عاشقت الكتابة والتأليف وأحبت أن تكون مميزة في أسلوبها، فاتخذت من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لعرض قصصها حتى تصل لأكبر شريحة من المتابعين. اليوم حنتعرف على الكثير من جوانب حياة ضيفتنا وعلى أسلوبها الخاص في الكتابة. نرحب بها الأستاذة سمر العبد وهي كاتبة ومؤلفة. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. الله. ودنا تعرفينا أكثر عليك سمر. أنا أحب أبدأ التعريف عن نفسي بأني إنسانة طموحة جدا. كان يعني درست الجامعة مرتين، في المرتين ما أخذت الشهادة الجامعية، لكن كان عندي إصرار وإثبات ذات وتحدي أني قادرة على العطاء. بني قادرة على العطاء يعني حتى في وسط زحام الحياة. فبدأت أكتب قصص وبدأت. إيش القصص اللي بدأت تكتبيها؟ في نوعية معينة من القصص أو في مجالات معينة اتجهتي لها أنك تكتبين لها؟ كتبت قصص قصيرة. حلو. وبدأت أعرضها على البرامج السناب شات. قصص قصيرة على السناب شات هذه. إيه. لكن قبل ما تخوضي في السناب شات، أنت من قبل بتكتبي خواطر مثلا أو كانت لك كتابات قصيرة للقصص؟ وأنا أيام وأنا صغيرة بدأت أكتب بعض القصص القصيرة. ممتاز. وبعدين لا، حبيت أني أطورها وحبيت أني أطلعها أكثر. فبدأت أكتب القصص وحبيت يعني أشارك الناس فيها. ممتاز، جميل جدا. الاستطلاع قبل شوي تنوعت الآراء في حول أفضل قصة قرأتها. كل واحد له مجال معين ولو عنوان معين بيجذبه للقصة أو مغزى معين لهذه القصة بيجذبه عن الآخر. يعني شفنا الاستطلاع مع الأطفال، يعني كثير من القصص اللي استهوتهم. أنت بطريقتك كيف ممكن تخلي أو تجذبي القارئ لقصتك؟ اعتمدت حتى في أسلوبي في الكتابة على أسلوب السهل البسيط، استخدمت الكلمات الـ خلينا نقول باللغة العامية. جميل. فأحسها هي محببة أكثر يعني حتى للقارئ، بحس أنها سهلة يعني بسيطة وقريبة للقلب، بسيطة وخفيفة توصله بشكل سريع. أنت في لك أجواء معينة، يعني عادة المؤلف أو الكاتب في لحظات معينة، لحظات صمت، لحظات بيجلس فيها مع نفسه يكتب. صحيح. ما نقوله يمخمخ مع نفسه وتطلع من القصة. أنت إيش هي أجواء؟ والله أنا ما عندي جو معين. يعني أحس أني ممكن أكتب في أي وقت في أي زمان. نعم. ممكن أكون جالسة مثلا في مطعم أشوف لي يعني اثنين أو مجموعة أصحاب، فأبدأ أتخيل لي سيناريو حلو معين فأبدأ أسوي لهم حكاية في مخيلتي. يعني في أي طقس من الطقوس ممكن أنت تكتبي قصة. صحيح. أحيانا إذا نازل مطر ممكن تكتب قصة. إيه صحيح. يعني ممكن بس لاحظت إني أكثر فترة أحب أكتب فيها وقت النوم قبل ما أنام، أحس إن خواطر تتبادر. أيوة. لذهنك. بالفعل. ومنها أنا بدأت أستحدث فكرة قصة قبل النوم. حلو. فبدأت يعني أنت عارفة أكثر الناس وقت النوم بيمسكوا السناب وقاعد يتفرجوا. أنا قلت خلاص أبدأ أستغل هذه الإعلام الجديد في إرسال رسالتي وأحط فيها أفكاري. فبدأت أكتب قصصي عن طريق السناب. ليش اخترتي السناب شات؟ كما ذكرتي انه هو الاعلام الجديد وهو اللي عليه ضوء اكثر واكثر. بالفعل، لانه هو الضوء صار حبيب للكل. فتقريبا السناب يعني الاغلب يستخدمه وسهل التعامل فيه. صح. فبديتي تكتبي، والحين كما ذكرتي انك انت يعني بديتي بالبدايه قبل قصص ما قبل النوم، وبعدين اتجهتي الان لقصص الفيديو، وبعدين بدات انزلها على البرنامج اليوتيوب. وبس بدأت يعني عليها. بدأت تكتبي. يعني قراءة القصة كم تأخذ وقت معانا؟ القصة أنا كمتلقية وقارئة القصة قديش تأخذ وقت؟ هو عادة من 5 إلى 6 دقائق. أطول قصة كتبتها 9 دقائق. 9 دقائق. هي. ممكن تأخذ، يعني ما فيها وقت ما فيها طويل. وقلبها يعني من 4 إلى 5 دقائق. أنا تعمدت تكون قصيرة. هل. لأن القصيرة تكون سهلة، أنت ممكن يعني تقرأيها في أي وقت وممكن ترجعي لها في أي وقت. ممتاز. إيش هي الرسائل اللي بتحاولي توجهيها من خلال هذه القصص اللي تكتبيها؟ قضايا المجتمع. ممتاز. أحياناً أفكار معينة أبي أحطها، أبي أقنعها، أبي أرسلها للمتابعين، فبحتويها أو بكتبها عن طريق قصة. حلو. وكيف الصدى اللي لاقته هذه القصص؟ الحمد لله من بدايتها الحمد لله لقيت إن عندي متابعين وحبوا الفكرة ولاقت استحسانهم. جميل جدا. كلمة أخيرة في هذا اللقاء، لمين بتوجهيها؟
إلى كل الأشخاص الداعمين لي اللي وقفوا معي وساندوني، وكل كلمة طيبة أرسلوها لي أهلي وأصدقائي والمتابعين عندي، وعلى رأسهم جميعا زوجي الداعم المستمر لي. نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك، وإن شاء الله توصلي أكثر وأكثر الرسالة الهادفة من خلال سناب شات. يعطيك العافية، شكرا لك سما، أنت الكاتبة والمؤلفة. شكرا لك.